السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا انايا في الطريق ماشية عند الفلاح باش نجيب من عنده الحليب ونحضروا به الرايب كما شفتوا معايا في العنوان. هنايا وصلنا عند الفلاح، هذا هو المكان اللي كنجيب من عنده الحليب. هادو البقرات ديالو تبارك الله، هادي الوقيته ديال الماكله ديالهم. في الاول كي يرضعوا البقرات الصغيورين، من بعد كيشدوهم كل بقره كيشدوها اما بخيط او كيديروا ليها حديده باش كتبقى مركزه في الاكل ديالها، ما كتبقاش يتحرك او تلعب. كما كتشوفوا معايا كل وحده شنو دايرين لها. هذه هي الاله باش كيحلبوا البقر، هذه فين كيكون الحليب. ودابا نحضروا الرايب والجبن بالحليب اللي جبناه من عند الفلاح. هنايا عندي هاد الكويسات بالغطايه ديالهم، راهم موجودين في الاسواق. اللي ما عندهاش دير غير كاس عادي. راه سبق لي وحضرت معكم الرايب، غنحط لكم الرابط ديالو في الفيديو. هنايا عندي واحد دانون، عندي 5 معالق كبار ديال السكر. السكر كيبقى على حسب الحلاوه، كتقدروا تزيدوا كتقدروا تنقصوا. عندي وحده فاني، عندي 3 معالق كبار ديال حليب الغبره، وهنايا عندي طرو مع هذاك الحليب اللي جبناه على الفلاح. بسم الله، غادي نكب الحليب في الكاسرونه وغادي نخلي تقريبا قيمه واحد الكاس بحال هكذا. هذا غادي نديرو فوق العافيه يغلي، وهذا غادي نضيفو له المكونات، عفوا هذا من غادي نديرو فوق العافيه غادي نزيد له فوق البوطه، غادي ندير له سكر فاني، غادي نزيدو هداك السكر صافي. غادي نحركوه ونديرو فوق العافيه كيما بغيتكم، غير طلع الغليه الاولى نطفيو عليه، ما نخليوهش يغلي بزاف. الحليب ديالنا كيما قلتلكم راني درتو يغلي. هنا هداك الحليب اللي بقى لنا غادي ندير فيه هاد الدانون، كنزيد هاد حليب الغبرة صافي. غادي نحرك الكل مزيان. هنا كما قلتلكم الغلية الاولى كنزولوه من فوق العافية، غادي نضيف له هذاك دانون وحليب الغبرة اللي كنا خلطناه مع داك الكاس اللي خلينا ديال الحليب، كنضيفوه حنايا كنحركو. هنا كما كتشوفوا معايا انا بديت كنعمر الكويسات ديالي عادي، كنعمروهم كنبقاو مكملين بهذه الطريقة حتى كنكملوا الكمية ديال الحليب اللي عندنا. صافي انا غادي نسد الكويسات ديالي، سدهم مزيان. اللي ما عندهاش هاد الغطايات ماشي مشكل، يعني يبقاو الكيسان هكذا ماشي مشكل. انا غادي نخلي معكم واحد الزوج اولا ثلاثه بلا ما نغطيهم باش تشوفوا. ها هما، هادو ما غاديش نغطيهم. كنشدو هاد الفيلم اليمونتير وغادي نحسكم هنا باش يبانلكم مزيان، وغادي نغطيو به هاد الكويسات ديالنا، نغطيوهم مزيان بهاد الشكل. كنغطيو على الكيسان هو الاول هكذا بحال كنجمعوهم بهاد الفيلم. انا غادي نعاود مره اخرى فوقهم بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هادشي واش راه كيبان لكم ولا لا؟ هكذا صافي. غادي نشد واحد السربيته، غادي نخشي وسط منها الصينية ديالي بهاد الشكل هكذا، وغادي نزيد ليه واحد المالطة من الفوق وحدة أخرى
مالطه تكون غليظه صافي، وغادي ندخلو الفران اولا نخليه في البلاكار اولا غير هنايا فوق الكوزينه فوق البوطاجي في الكوزينه، كنخليوه المده ديال 8 السوايع او 10 السوايع، وإلا كنا غنديروه في الليل كنخليوه ليله كامله، وفي الغد ديال الصباح كنجبروه واجد. دابا ندوزو للوصفه الثانيه. هنايا عندي كميه من الحليب، انايا ما عبرتش غير عمرت كميه ديال الحليب، دائما بالحليب اللي جبناه من عند الفلاح. هنايا عندي حنايا كنقولوا له الشيح في المنطقه ديالنا، كل واحد كيسمي هذا داك الشعر نتاع القوق قرنيع صافي. وغادي نحتاجوا الزيف حياتي، انا ما كانش عندي استعملت غير هذه صافي. غادي نشدوها، غادي نشدو هذا الشيح عندنا، عفوا ماشي الشيح، الحك سمحوا لي، الحك ماشي الشيح. المهم كنشدوه بحال هكذا، نديرو في وسط هذا الشكل هذا مزيان، كنحاولوا نغلقوا عليها، وحتى الا خرجنا في الحليب ماشي مشكل، غير باش ما يبقاش هكاك ما يبقى هكا مزربع وصافي صافي. غادي نشد هذا الحليب بسم الله، غادي نكبوه هنايا. هنايا كنوضعوا الحليب ديالنا فوق العافيه، العافيه خاصها تكون مهيله صافي. كنشدو هذا الحك ديالنا غادي نوضعوه في الوسط هذا الشكل، خاص اليدين يكونوا مغسولين صافي، وكنبقاو نعصروا فيه هكذا، وحنا غادي كنحركوا فيه وكنعصروه بهذه الطريقه. النار خاصها تكون مهيله كما كتشوفوا معايا، عافيه مهيله صافي، غير كنحسوا بالحليب بدا كيدفى كنزولوه من فوق النار ما نخليوهش كثر. ها هو الحك ديالنا، انا صافي غادي نعصر هادي. غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نعمر الزليفات باش هاد الشعر اللي خرج ما يطيحناش في الزليف في الرايب ديالنا في الجبن اولا الرايب البلجي، كل واحد كي غادي يسميه صافي. غادي نغطيهم ونخليهم حتى يجمدوا، الا كان الحال سخون كتخليهم غير فوق في الكوزينه، اما الا كان الحال بارد خاصكم تديرهم شي مكان اللي يكون دافي. ها هو الرايب ديالنا، انا غادي نحلو قدامكم باش تشوفوا. نزولوا له هذا البلاستيك، هادو اللي كنا غطيناهم ها هما، ها هو اش كتشوفوا كيف كيجي، هذا اللي كنا خليناه بلا غطاء صافي. انا دابا غادي ندخلهم الثلاجه يبردوا مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديال الرايب ديالنا، كما قلت لكم ضروري خاصو يبرد. ها هو هذا الجبن البلدي اللي كنا حضرناه مع بعض، ها هو راه جابن. غادي نوريكم باش تشوفوا اللي كيجي عاقد، ها هو الحقيقه الرايب بالحليب ديال الفلاح كيكون احسن، حيت ما كيكونش مخلط بالماء وكيكون 100% حليب.